مدرسة جديد النهاردة، والنهاردة مفاجأة طبعا عشان عيد الأم، وعاملين لماما مفاجأة. فاحنا دلوقتي طالعة على السلم، تعالنا يا جماعة كده بس. احنا حياتي ده عندي عشان بجد احنا متدورين نفسيا النهاردة خالص، يعني بعد ما عفرة وتعب كتير وبلانين بقى وزينة متعلقة وكده. احنا اتبهدلنا النهاردة بهدلة جامدة. ايه تعالنا يا جماعة وخلونا بجد كده يكون فيديو كويس علينا. ودي الهدايا بتاعتها، وده البوكس بتاعها. جماعه فيديو النهارده لو عجبكم كده ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب، كومنتات واشعارات كتير، عشان النهارده دمار 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 دمار. عايزه الفيديو ده يجيب اكتر عدد من الفانز يا ريت، يجيب اكتر عدد من اللايكات والمشاهده والتعليقات. ليز يا جماعه شكرا. لكم تاني وبقيت التحدي يا جماعه خلصناه الحمد لله، وعطينا لماما الهديه والحمد لله هي فرحت جدا. احب اقول لكل ام كل سنه وانت طيبه، واحب اقول لاي حد انا عارفه ان الكلام ده ممكن ان هو يبقى حزازيه عليكم شويه، بس حابه اقول ان كل ام ربنا رحمها ان شاء الله يعني باذن الله هتبقى في الجنه، واحنا والله بندعي لكل ام كده ان ربنا يصلح لها حالها وتكون احسن حد في حياه اي حد، وربنا يرحم اي ام يا جماعه، وان شاء الله تبقى في الجنه باذن الله. يعني كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يقعد عليكم الايام بخير وسعاده يا رب، تكونوا احسن ناس في العالم امين يا رب. ونرجع بقى دلوقتي عشان ناكل التورته، عشان ما اكلتهاش والبت دي اكلتها وخلصتها اصلا. انا مفقوعه خالص، اكلتها وبقت شبه المبلوعه وسابتنا احنا بقى لسه هندوق. معلش احنا كل يلا بقى نشوف هما بياكلوا. شوف ايوه انا سالت اكل براحه، انا باكل براحه عشان واحده عشان ايوه ورضا بتاكل بحساسيه. ما اعرفش اتجاوب كده ليه. عندك مالك يا حبيبتي زعلانه ليه؟ عندك كحه ولا حاجه؟ تاكل بحساسية معرفش مالها. مالك يا حبيبتي؟ يعني ليش محدش جاب لك الهدية النهاردة ولا حاجة؟ انت عارفة محدش جاب لها هدية عند أمي، فهي بس بتهدي لي. هي أمي الأم بتقول لها يعني انت بقيتي حامل فينا 9 شهور، بتفرع عليك الهدية ان احنا بنكافئك بيها وخلاص، يعني زي ما بيقولوا متعادلين. انت خلفتنا 9 شهور واحنا جبنا لك هدية كل عيد أمي، يعني شوفوا بقى 9 شهور اللي انت خلفتنا فيهم، فكل عيد ام تحسبي ان الهديه هتبقى اكتر من 9 شهور اللي انت ولدتهم لنا اصلا. فهي كده يعني احنا ناقصين لمخه في الكلام. يعني الدلاله على الحاله. اه طبعا بفرح قوي لما بنجيب لهمتنا عيد الام. اي عيد انا بزعل، لا انا بفرح، لا انا بفرح اي عيد ام ما اول ما بيجي ببقى فرحانه قوي عشان انزل اجيب لماما الهديه. طبعا مش ببقى فرحانه يعني. جدا كمان الام تبقى فرحانه فيهم وعيالها بيجيبوا لها هديه ويفتكروا حتى والله لو حاجه بسيطه يعني. واحنا في الاخر نكون مفلسين. يوشي طماعه. ما عايزه ما تكونش مفلسه بس فداها. فداك يا مامي عسى. يا عسى. اخواتي اخواتي اخواتي. مع بعض بقى الاكل الحلو اللي احنا بناكلوها دي، تعملوا لنا كومنتات كتير ولايكات كتير وشير كتير عشان نوصل لاكتر عدد من الفانز بمده قصيره جدا. يا ريت يا جماعه اي حد يقول لنا افكار جديده كده تمام نعملها نعملها، عشان احنا ساعات دماغنا بتقف شويه يعني ما بنبقاش عارفين نعمل ايه، يعني ما بقاش عارفين نعمل ايه. فيا ريت يا جماعه كل اكتب لنا في الكومنتات تحت الفيديو اللي جاي نعمله عن ايه. يا رب كده تكونوا بخير وسعادة يا رب، وتكونوا احسن ناس في العالم. باي.